صباح الفل عليك ومن شركة فيتيجو. أولا جمعة مباركة. ثانيا الفترة اللي فاتت ديت لاحظنا إن في كتير من العملاء عندنا واخدين فكرة عن الأحياء إنها لسه منطقة نائية وخارج بره البلد، يعني حتى في ناس فاكرة إن الأحياء ديت لسه بره البلد، يعني بره الغردقة، حاجة غريبة جدا، مع إن الأحياء تعتبر وسط المدينة الجديدة. يعني حتى على جوجل هتشوفوها دلوقتي في على الشاشة مسميينها نيو هورجادا. فحبينا ان احنا نعدل الفكرة ديت ونقول لكم الواقع اللي موجود بالفعل، فقررنا ان احنا نعمل لكم الفيديو دوت ونشيره معاكم، وابتدينا من الستارتنج بوينت او النقطة اللي احنا مبتدئين من عندها على يمنا الاحياء البائية، واحنا دلوقتي واقفين على طريق الجونة، على شمالنا مبارك 7 لو تقدروا انتم شايفينها دلوقتي، تمام، والطريق دوت اللي هو بيودينا للجونه، وهنبتدي من النقطه دي بحيث ان احنا نمشي مع بعض كده ونشوف المنطقه شكلها عامل ازاي ووصلت لحد فين دلوقتي. يلا بينا. طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده هنا الاكواريوم اهيت، تمام، او الاحياء المائيه على يمنا، تمام، دكتور حامد جوهر الله يرحمه. طبعا هنا على شمالنا مبارك 7، هيقابلنا برضو هنا على الطريق مباشرة، يعني في على الطريق، احنا دلوقتي على الطريق الساحلي عامة يعني، فهيقابلنا برضو بعض الفنادق على اليمين، بعض المنتجعات. Thank you.
منطقه الاحياء عباره عن تقسيمات، تمام، تقسيم مثلا الجوهره، تقسيم النور، الفيروز وهكذا. مثلا هنا في المنطقه ديت هتلاحظ ان في كل الانشطه التجاريه اللي انت ممكن تتخيلها، يعني مثلا هتلاقي سوبر ماركت، صيدليات، مطاعم، كافيهات، اماكن مثلا لحجز الاتوبيسات. ده مكتب مساعد وزير الداخلية في نقطة شرطة الأحياء. وهنا طبعا في بنوك ابتدت تفتح زي ما حضراتكم شايفين كده. بنك مصر طبعا ده أول واحد ابتدى واشتغل بالفعل من حوالي 4 أو 5 شهور تقريبا. بنك الإسكان والتعمير برضو اتفتح واشتغل، وعلى الاثنين دولت على شمالنا، وهنلاقي على يميننا هنا في البنك الاهلي المصري، تمام. البنك الاهلي المصري ده قريب خالص برضه هيشتغل زي ما حضراتكم شايفين كده، ان هم خلصوا الواجهات وحطوا كمان حتى المكن من بره. تمام، وهنلف برضو معاكم دلوقتي كده، هنلف معاكم برضو لفة تانية كده برضو نوريكم المنطقة بس من الجهة المقابلة، يعني بحيث ان انتوا تاخدوا بالكم المنطقة عاملة ازاي. يعني طبعا ده الوصلة ديت اللي بتدخلنا على الطريق الدائري الاوسط والمدرسة الفرنسية ومدرسة المدرسة اللغات الدولية. ده بيست واي بقى اللي هو على يميننا دوت، بيست واي واخد دورين اهوت، حاجه برضه محترمه قوي بس لسه ما اشتغلش. يعني بنك الاسكان والتعمير اهوت على يمنا اللي انا لسه كنت بقول لكم عليه. بعده على طول في نفس الاتجاه في نفس الصف، يعني في بنك مصر هناك اهوت. ناخد بقى اول لفه تاني ونرجع علشان عايز اوريكم من جوه بقى، يعني من جوه المنطقه شويه. يعني احنا شفنا كده الطريق الرئيسي من بره، انا عايز اوريكم المنطقه من جوه شويه بحيث ان انتوا تشوفوا ايه التطورات اللي حصلت جوه. يعني
على قصر الوليد ابن طلال. فخلينا ندخل كده من هنا ونلف كده في المنطقة من ورا يعني ناخد فكرة. في عمال هم شغالين حتى انت هتلاحظوا هو قدامنا صباح الفل يا ريس. صباح الفل. هو ده صرف صرخي ولا تبع الغاز كهرباء؟ تمام يا ريس. العمدان تمام. شكرا شكرا. السلام عليكم. نلف اهوت ونخش بقى من جوه المنطقه كده ايه من جوه المنطقه هتلاقي بقى هنا ايه يعني ده اللي كان في الوش دوت ده قصر الوليد بن طلال تمام. وهتلاقي هنا في بعض الفيلل بقى على المايه على طول تمام. وفي منتجعات بقى زي مثلا منتجع تيرتلز بيتش اللي هو قدامنا دوت. وهنا بقى على الشمال في بعض العماير.
احنا هنا في شارع الخمسين، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده اللي هو عمدان الإنارة ابتدت بالفعل، يعني حطوها خلاص وبينوروها واحدة واحدة. في اللي هو الرصيف برضو زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني عملوها بالفعل وابتدوا يقسموا بقى دخلات الشوارع. شارع الخمسين دوت، يعني خلينا نخش الاول هنا من شارع الجامع. انا ممكن اكمل للاخر، يعني ممكن اكمل للاخر عشان اطلع على شارع اللي هو الشارع قدام شارع فندق رويال، ولكن خلينا هنا نخش من شارع الجامع نشوف برضو هنا ايه اللي موجود. دلوقتي بقى احنا طلعنا على ايه اللي هو في طريق الخدمات اللي هو نهايه شارع الجامع. لو احنا كملنا يمنا كده، تمام، ايوه برضو هنا بقى المنطقه، برضو هنا المحلات اللي انا قلت لكم عليها، محلات تجاريه والبنك الاهلي اهوت، البنك الاهلي المصري. وده سيتي ماركت. خلينا بقى نخش كده من شارع ايه، من شارع رويال، شارع الثلاثين، يعني بيسموه برضه شارع الثلاثين. دلوقتي بقى احنا هنا في بدايه شارع رويال كده احنا داخلين اهوت، حتى هتلاقي اللي هو فندق رويال ده في الوش. يعني فندق رويال في نهايه الشارع اهوت في الوش في الاخر.
هناخد يمين اهوت تمام. يبقى كده احنا هنخش بقى في ايه، في الشارع اللي هو 50 اللي احنا لسه ايه لسه داخلين منه الدخل على الشارع اللي هو الجامع. مسجد الدقاق بيتبني جديد بالمجهود الذاتي. احنا دلوقتي بقى طالعين على الشارع اللي فيه الاسم على الطريق الرئيسي. كده بقى يعني انت عارف دخلنا اماكن كتيره في المنطقه، واعتقد ان انتوا خدتوا فكره كويسه عن المكان يعني الى حد ما يعني كفكره اوليه تمام. واحنا باذن الله هنحاول نعمل لكم برده فيديوهات من فتره للتانيه كده نشرح لكم فيها المنطقه اكتر مع اي جديد مع اي تطور بيحصل فيها، بحيث ان انتوا ان شاء الله تتابعوا معانا يعني. ماشي، نشوفكم على خير وباذن الله ان شاء الله نتقابل قريب.